فرحان ومتحمس اني نقدم اول سبيكتاكل ديالي، لاني غنتلاقى مع الجمهور مباشره، وهذه القضيه هذه اللي ما كتكونش متاحه في السينما ولا في التلفازه، نكون كن مباشره في خشبه المسرح مع الجمهور، مع الجمهور اللي كيبغيني، اللي جاي على قبلي اصلا باش يتفرج فيا وتيق فيا وفي الاعمال ديالي. فرحان اني غنكون قدامه وكندير الفن اللي كنبغيه، وكنوصل لي ميساج اللي كنبغيه بطريقه فنيه زوينه. كتحس بناس كيتفاعلوا معاك مباشره، ما كاينش شي حاجه اللي كتحبسك معاهم. احساس ما عرفتش نعبر هذا الاحساس صراحه، ولكن وصل. ولد الشعب هو كنظن غير السميه، ملي كتسمع ولد الشعب غتاخد فكره على السبيكتاكل كيفاش غيكون. واحد ولد الشعب، انا ما محشاش نقول انا ولد الشعب، الجمهور كيعرفني اني ولد الشعب، وهادي كنعيشها انا وكنحس بها. اصلا الجمهور اللي اختار هاد السميه ديال ولد الشعب للسبيكتاكل، غيشوفوا ولد الشعب، غيشوفوا شحال واحد غيشوف راسو كيما الاعمال ديالي كامله، الدراري ولا البنات كيلقاو راسهم فيها بزاف. فولد الشعب غيشوفوا راسهم في بزاف المحطات اللي عشتها، بزاف المحطات اللي كتضحك ولا كتموتيفي ولا بعض المرات كتبكي ولا ما عرفش. واحد الميلونج غيكون فول الشعب اللي اغلبيه الناس غيلقاو راسهم فول الشعب. الجوله ان شاء الله غنطلق من مراكش، لان هاد الظرفيه هادي اختارينا مراكش، لان كلشي كيعرف شنو وقع. فحنا بغينا نكون كفنان ولد الشعب، خا كنهضروا عليها، كنساهم بشي حاجه مع بلادي، مع الازدهار ديال بلادي. فكنتمنى من الجمهور ديالي يجي لمراكش ويحضر معايا الاول عرض في مراكش، ومن بعد غنكونوا في كازا ان شاء الله، وغنكونوا في الرباط، وغنحاولوا ندورو المغرب كامل، وغنخرجوا عند الجمهور خارج المغرب ان شاء الله. كنتسنى الجمهور ديالي كامل في اي بلاصه. كل واحد وباش كيتميز، ما يمكنش، ما نقدرش نختار المسرح على التلفزيون ولا التلفزيون على المسرح. كل واحد والحلاوه ديالو. انا العشق ديالي للمسرح هو اللي خلاني رجعت ليه، يعني كل واحد وشنو فيه الخاصيه ديالو. حاليا دابا كاين ولد الشعب، هو المشروع اللي انا مركز عليه بزاف، لاني بغيت بصح نوصل للشعب كامل في ارجاء المملكه وخارج المملكه ان شاء الله. وكاينه اعمال في التلفازه اللي خدامين عليها ان شاء الله تكون، ودابا خارج مسلسل اخر جديد ديالي سميتو المختفي، تقدروا تشوفوا الناس على القناه الثانيه، ويد الحنا قريب غيخرج على القناه الاولى ان شاء الله. كنتوقع عليه نجاح كبير، لانه بطريقه او باخرى غنشوفوا فيه عاوتاني واحد ولد الشعب بطريقه اخرى. هادو هما الاعمال انا اللي كنعشقهم، اللي كيخليو الدراري يتقاتلوا، كيزرعوا الامل في بنادم وكيقلب على راسو وما كيستسلمش للاحباطات ديال المجتمع. ونقول الجمهور ديالي انا كنبغيكم بزاف، وشكرا على الثقه ديالكم، وكما ولفتوني غتشوفوني في ولد الشعب بداك الحب ديالي للمهنه ديالي، بداك الصدق ديالي، وانا كنتسناكم كاملين تحضروا للسبيكتاكل ديال ولد الشعب.